الفوز له طعم مختلف دائما في أي استحقاق، وفرحة البطولة والذهب أكيد راح تكون فرحة مختلفة. خلونا نشوف فرحة اللاعبين والجماهير بهذا الكأس الغالي. سيدوس أمان من المعيوف تغطي سيدوس الفيحة بطل كأس خادم الحرمين الشريفين. مبروك يا ابناء المجمع، مبروك يا برتقالي، برتقالي جميل، برتقالي للتاريخ. يا لها من ليلة ويا لها من فرحة ويا لها من مفاجأة مدوية ويا له من هدف. يا تاختي سيدس يصعدون للمرة الأولى في تاريخ النادي إلى منصة التتويج. نعم القدر بأن يتوجوا بالكأس الغالية للمرة الأولى في تاريخ النادي وأن يكون لهم امتياز آخر. فالفيحة سيكون أول من يتوج من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هذه الأشياء الكبيرة ستبقى في تاريخ النادي 46 سنة في عمر هذا النادي. والله شعور جميل جدا الصراحة، يعني أول بطولة أنا من 15 سنة. والله فرحة كبيرة ونتمناها من زمان والحمد لله، ولله كان فريق قوي. والله صراحة مباراة للأمانة 50-50، بس صراحة كان يعني مسيطر على المباراة الفيحاء. شعور يعني ما يوصف. فأول يعني بطولة تعب مرة ما يوصف الشعور. الفيحاء قدم أداء وفاز، لعب كورة وفاز. والله الفوز ده شكرا لكل فيحاوي. المستوى مرة ممتاز، مستوى عالي جميل، وبالذات حارس المرمى. مبروك لكل فيحاوي، شكرا رجال ما قصروا معانا، شكرا. والله المستوى عالي العالي، مستوى الفيحاء، والفيحاء يستاهل أمان، يستاهل في البلنتيات. الفيحاء كان أفضل، الشوط الثاني الفيحاء كان أفضل.